في هذا السباق الكبير. خياله قادمين من خارج المملكة العربية السعودية إلى جانب خيالة الإسطبل الأبيض. وصول طبعا أول جواد يفوز بهذه الكأس عام 1419 الطويل، من ثم طالع طالع مرخان لمح البصر الديدحان جايز نشاط عادل ناجب لله درك والعام الماضي مكانه. إذا هذا النجم المضيء هل يضيء ميدان الملك عبد العزيز هذا المساء؟ إذا ما هي إلا لحظات، رفعت الراية البيضاء، انطلقت الآن الجياد في شوطها السابع على كأس جلالة الملك عبد العزيز الفئة الأولى، جياد وأفراس الإنتاج السعودي عمره 3 سنوات من مختلف الدرجات وعلى مسافة 1600 متر، قيمة الجائزة 400,000 ريال. تقدم قوي من قبل ظن السعد للصدارة في المركز الأول، يقود الجياد الآن مع محاولات للتقدم من النجم المضيء من الخارج في هذه اللحظات. أيضا نشاهد تنورين من الخارج تقدم أيضا ومتابعة من مستبشرة في المنتصف وأيضا من قبل أناف من الخارج، وكما تشاهدون هناك محاولات أيضا من قبل بقية الجياد لتحسين مواقعها مع انتصاف المسافة واقتراب الجياد من المنعطف الأخير والصدارة للنجم المضيء الآن في المركز الأول. متابعة من الجواد ظن السعد من الداخل في المركز الثاني، وأيضا متابعة من سهم جلتش للتقدم في هذه اللحظات، بالإضافة إلى تقدم تنوري من الخارج. التنافس يشتد مع لحظات دخول الجياد إلى الطريق المستقيم والصدارة للنجم المضيء، ودخول أيضا من الداخل للجواد ظن السعد، ومحاولات للتقدم أيضا قوية من أناف من الخارج. الصدارة ليست محسومة حتى الآن، والتقدم القوي من قبل أناف يحاول أن يأخذ الصدارة من الجواد النجم المضيء. التنافس يشتد في الأمتار الأخيرة ما بين النجم المضيء وما بين أناف، دخول قوي لجوادين، وكما تشاهدون دخول أقوى من قبل النجم المضيء إلى خط النهاية. ألف مبروك، ألف مبروك إذا لإسطبل أبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز. إذا النجم المضيء مدرب بدر بن سعود برزيق والخيال جوني مرتاج الذي قاد النجم المضيء بكل قوة وبكل تمسك بالصدارة حتى خط النهاية. ها هي صورة كاميرا خط النهاية الفوتو فينيش تبين الفارق تقريبا رقبة ما بين النجم المضيء وأناف، وهذه لحظة وصول الجياد إلى 50 متر الأخيرة في هذا الشوط أو 100 متر الأخيرة، والتنافس القوي الجميل الذي شهدناه ما بين الجوادين النجم المضيء وأناف للتنافس على صدارة هذا الشوط. هنا وصول النجم المضيء إلى خط النهاية معلن فوزه بالمركز الأول وكأس الملك عبد العزيز. ألف مبروك لإسطبل أبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز. انظر هذا النجم المضيء شوف شلون يتخطى واخوانه كلهم وراه مثل الحرس، ما في احد يقدر يوصل له، كل المغطي يعني تقريبا كان كل واحد قائم بدورك كما يجب. هذا مهمته يجيب الكاس، وهذا مهمته يراقب الحصان الفلاني، وهذا مهمته يتابع الموقف، يعني ما في اي مجال لاحد كان موجود شوف من الداخل. ثم بعد ذلك كان هناك دخول من الرشيد اللي على حساب ظن السعد اعتقد، وحقق المركز الثالث. كل الامور منذ انفتح باب جهاز الانطلاق تؤكد ان الاسطبل الابيض في طريقه لانتزاع واعاده كاس المؤسس الى عرينه. الغريب محمد الذي يسعى ويراقب ويتابع فريق الابيض دائما. اذا كاس المؤسس عاليا، مبروك للاسطبل الابيض هذا الانتصار المستحق، والنجم المضيء البطل للميادين والسباقات الكبرى، وقد يمثل المملكة العربية السعودية خارجيا، وهذا أيضا أناف البطل الحاصل على المركز الثاني، والمدرب المتألق عبد الله بن مشرف صورة تذكارية مع الجوادين النجم المضيء وأناف الأول والثاني بكأس المؤسس.